السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. صار في هذا الفيديو نحضر شوية على زيادة الأرباح في اليوتيوب، وكذلك كيفاش نزيدوا الار بي ام او رفع الار بي ام. كاين ناس علقوا لي في التعليق واحد المشروع حطيته، قلت لهم راني جبت 500 يورو، وكذلك وهذا شهر تاع اكتوبر جبت تقريبا 160 يورو. قالوا لي واش راك دير باش تطلع لك الارباح؟ ودوختنا مستحيل دي 160 اورو في الشهر، ما هي الطريقه وكيفاش ندير؟ صح كاين ناس يصدقوا وكاين ناس ما يصدقوش. صح، شوف يا اخي اختي، باش تبدا في اليوتيوب وباش تجيب في الارباح ما شاء الله، معناها في الشهر تجيب 150 يورو حتى 200 يورو في الشهر. صح، ما عليك. شوف نعطي لك 3 طرق او 4 طرق، هذوم ديرهم اساسيين في اليوتيوب. هاك ما درتش هذوم 3 ولا 4 الطرق اللي نحس نقول لهم، راك ما تنجحش في اليوتيوب مهما كان عندك محتوى، مهما كان عندك محتوى. هذوما خطوات على انا تقريبا عندي 7 سنوات في مجال تاع اليوتيوب، وعندي تقريبا خبره 5 سنوات، يعني كل شيء 5 سنوات. عادي من 2017 يومين هذا 2024 عندي تقريبا 5 سنوات، وكاع خرايب والعقليه تاع اليوتيوب والسياسه تاع اليوتيوب والسياسه تاع جوجل ادسنس راني كاع حافظهم، وكل اكل اكل كاع المخالفات مش عارف شنو تاع زياده الارباح، زياده الار بي ام، القوانين تاع اليوتيوب راني حافظهم. وانت يا دوكا اسمعني معايا مليح واسمعيني مليح، باش نعطيك هذو 4 طرق او 3 طرق او اكثر، باش ديها في بالك، باش التعب نتاعك والمونتاج والخبره نتاعك والافكار اللي درتهم وتحطهم في اليوتيوب ما يحوش في بعض ان شاء الله. صح، اولا كل شيء لازمك، حاجه الاولى ركزوا عليها خاوتي مليح، هو المحتوى. المحتوى يكون حصري، مهم يكون تاعك، ما تجيبيش المحتوى نتاعك من فيسبوك ولا من تيك توك ولا من مش عارف اي موقع تنشوف في القناه تاعك. هنايا اولا دمر القناه تاعك، هذه هي ديها في بالك. ما يساقوكش اليوم ساق قدوه، مش قدوه امجا مش امجا امجا لا من هي. هذه حاجه الاولى ناكد عليه، المحتوى يكون حصري او الفيديو يكون حصري، يكون اصلي ما يكونش مسروق. هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه ونركز عليها مليح، حاجة الثانية ركز عليها مليح، ما هي؟ هي حط يومين فيديو، يومين فيديو، فانا حط 10، 5، 30، 40 فيديو، 100 فيديو، مليار فيديو في النهار براسك. مهم تكون ناشط في اليوتيوب، هذه حاجة ثانية. حاجة ثالثة تركز معي مليح وتبع معي مليح، هو فيديو فيه 8 دقائق، معناها فيديو فيه 8 دقائق لازمك ديرو اعلانات. مهما كان اعلان ديرو 20 اعلان، 30، 150، مليون اعلان، مليار اعلان، ربي يسهل عليك. المهم فيديو تاعك يكون فيه 8 دقائق، هذه حاجة ثانية. حاجة رابعة باش ترفع الار بي ام، باش ترفع الار بي ام هو نشر يوميا، نشر يوم. ما تقوليش مشاهدات والو، مشاهدات قليلة ومش عارف كده، لا، هي ماهيش حكمة في المشاهدات خاوت، هي حكمة في الإعلانات. كل ما تطلع كل يوم فيديو وكل يوم تطلع فيديو تاع 8 دقائق ودير فيه إعلانات، وكل ما يظهر إعلان بزاف، كل ما يظهر شحال مرة الار بي ام يطلع الار بي ام. هذه ديها في بالك، ما تشوف ليش مشاهدة، أنا مشاهدتي أنا جيب لي مليون وما جيبش الأرباح، أنا واش ندير بها أنا مالي مشاهد؟ بعدين ما ندير بها أنا؟ فهمتوا خاوتي؟ تبع معايا مليح باش نعطي لك حاجة اللي تفيدك أنتايا، مش أنتايا تدمر وتتعب نفسك وتتعب روحك تهريالي، ومن بعد تجيب مليون مشاهدة ما يجيبكش يا ربي 90 يورو ولا 100 يورو ولا 200 يورو في الشهر. لازم خدم عقلك. انا يوتيوب هذا يا عادي 7 سنين معاه، انا قاع خريب تاعي حافظهم، راني قاع بايعوني خاني علي اعرفهم قاع القوانين تاع اليوتيوب، قاع الحوايج لي خرجاني حافظهم خلاص. انا يوتيوب حفظت اليوتيوب خلاص، يوتيوب تلقى واحد عنده شحال، عنده 100 مليون ولا عنده 100 الف
100,000 مشترك، وعنده الله يبارك مشاهدات الله يبارك عنده بال5000 بال50,000 بال100,000 وما عندوش الارباح بزاف. يا ربي يجيبك فاش يجيبك 90 ولا 100 يورو، تلقى واحد عنده 40,000 ولا 45,000 مشاهده مشترك وعنده الارباح ما شاء الله، وعنده حتى المشاهدات ضعاف والله يبارك عنده الارباح ما شاء الله. منين النشط تاع يوميا فيديوهات تحت متقايق دي الاعلان، اعلان ما يضرش القناه، اعلان ما يضرش القناه، ما يضرش القناه. تقول لي والو حبيب الاعلانات خوني يضروا القناه، ما يضرش القناه لا، دير وتعرف كيما ندير انا. هذه المشكله عندكم انتم خاطي، كذلك ما تركزليش على المشاهد، المشاهد قاعد تجيب لي نتايا مثال تاع فيديو تاع 8 دقائق وجيب لك جاب لك 100 مشاهده، جاب لك 100 مشاهده وتلقى عنده الارباح ما شاء الله، ولا جاب لك 1000 مشاهده وجاب لك الارباح ما شاء الله، وتلقى العكس تلقى فيديو جاب لك 16,000 ولا 10,000 مشاهده والارباح ما كانش. كاين ناس باوقلوا فيا خاوتي قالوا لي كيفاه نتايا عندك مشاهدة ضعيفة والأرباح ما شاء الله. أنا ينشر يوميا خاوتي، ما تخلقوش بين ينشر نهار في السيمانة ولا نهار ولا يحط فيديو خطأ في الشهر، ماهوش واحد كيما يوميا. أنا في النهار كنت نحط خاوتي في النهار نحط تقريبا نحط كاع نحط 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 هذا فهمتوا خاوتي، مش كيف كيف واحد حط في النهار يحط فيديو ولا السيمانة يحط فيديو، واحد يحط يوميا ماهيش كيف كيف خاوتي. دي جي اليوتيوب، يوتيوب خاوتي نعطيكم نصيحة، دي جي يوتيوب انت يلقاك اليوتيوب ناشط يوميا، تحط في النهار تحط 5 فيديوهات ودير لهم الجديد، دي جي اليوتيوب يشجعك. دي جي يوتيوب هو دي الاقتراحات فيديو تاعك مع القنوات المشهورة، هذا ديها في بالك خاوتي. يوتيوب يلقاك يوميا ناشط، يوم تحط فيديوهات مهم فيديو جديد، مهم فيديو تاعك. دي جي اليوتيوب ينشطك وحتى يشجعك اليوتيوب. ما تدليش تا فيديو واحد مثال تحط لي دوكا فيديو تقعد سيمانه ولا 15 يوم باش تحط لي فيديو، ولا تحط لي زوج فيديوهات تقعد شهر باش تحط. هاي شي حاجه باينه خاوتي، الارباح تجي ناقصه باينه، هذيك اي واحد يقولها يقول لك يجيك الارباح ناقصه. لا هذه خاوتي راكم قالطين عليها، راكم قالطين بزاف، قالطين بزاف. كان واحد متابع ربي يحفظه سألني قال لي عندي حبيب، قال لي عندي تقريبا 80,000، قال لي عندي 80,000 مش عندي 80,000 مشترك وعندي مشاهدات قال لي بال 50,000 60 70,000 80,000 900 100,000 وحتى 500,000 وقال لي ارباح ناقصه. قال لي كيفاه انت عندك مشاهدات ناقصين وعندك الارباح ما شاء الله. قلت له شو، قلت له اول مره اول حاجه الله اكبر لم الحق، حاجه الاولى خاوتي هي لازم لك حط يومين فيديو في النهار، حط 5 10 20 30 40 وفيديو تاع 8 دقائق ودير في اعلانات وردي خبر وشوف اسكو في اخر الشهر شو تلقى، تلقى 160 200 حتى 200 يورو في الشهر حتى الار بي ام يطلع. وهذه هي خاوتي، مهم خاوتي اللي عنده اي حاجه ولا عنده اي مشكله تواصل معنا ولا يخليني تعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.